في هذا المكان بالضبط، لأن المكان هذا عنده دلالة قوية وقوية جدا. دولة، مجتمع لما يركبش التكوين تاعو على العلوم وعلى الرياضيات ما عندوش مستقبل. لكن يقعد في الشعر، يقعد في قول أعوذ برب الفلق. هذه الحقيقة. 8% تكوين في الرياضيات في الجزائر، لكن في المعدل الوطني تقريبا 15 إلى 20%. 15 إلى 20%. دوك باش غدوة دير الدفاع الوطني تاعك بالشعر ولا في بغير مجد في ملتي واعتقادي؟